ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، عندما يكون الحديث عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه ينبغي أن نستلهم الدروس والعبر، فإن قصص إبراهيم عليه السلام فيها كثيرا من الفوائد، ومن ذلك تلكم القصة التي حصلت معه ومع زوجه هاجر. المرأة الشابة أمر أن يأخذ امرأته وطفله الرضيع ويضعهما في مكان لا زرع ولا ماء، لا شجرة ولا بشر، لا أحد، ظلام دامس. يمتثل الخليل إلى أمر الله، يذهب يضع ابنه وزوجه ويذهب، فتناديه زوجه الشابة: لمن تتركنا؟ لمن تتركنا يا إبراهيم؟ كررت عليه كأنما قفز إلى ذهنها أمرا آخر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فكانت المعجزة الخالدة التي حصلت بسبب هذا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. المكان المخوف الذي يملأه ظلام الليل، لا أحد، لا شجر، لا ماء، لا أكل، لا طعام، أصبح بعد ذلك هو أأمن مكان في العالم. إنه مكة، من دخلها كان آمنا. هذا المكان الذي لا أكل فيه أصبح يجبى إليه ثمرات كل شيء، يأتي إليه الطعام من كل أسقاع العالم إلى هذا المكان. المكان الذي لا ماء فيه تفجر فيه ينبوع زمزم، حصلت معجزة إلهية فتفجر هذا الماء منذ آلاف السنين وهو يتدفق والناس يشربون منه، وإلى يومنا هذا ماء مباركا يشرب الناس ويرتوون منه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء، قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء مباركا. فلا شك ولا ريب أن كل هذه النتائج وهذه الثمرات إنما حصلت لامتثال الخليل إبراهيم لأمر ربه، فكانت هذه المعجزة الخالدة التي نراها إلى الآن تحقيقا لهذه الدعوة المباركة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فكان كما أراد عليه الصلاة والسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.